لحظة لنتدبر معك هذه الآية حفظك الله. أولا، سبب نزول الآية هو أن رجلا يهوديا يدعى ابن صورية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وفي الآية كما تشاهدون أقسم الله أنه أنزل إلى رسوله آيات واضحة تدل على صدق رسالته، ولا يكفر بها إلا الخارجون عن طاعته والمتمردون على آياته وأحكامه. وتذكر الآية أن اليهود كانوا يعاهدون الله أو رسوله بالوفاء بالعهود، لكنهم تركوا هذه العهود ولم يفوا بها، وأن اليهود معروفون بالغدر ونقض العهود، والهمزة في كلمة أفكلما للتوبيخ والتقريع. والمواعظ المستنبطة من الآية هي: أهمية الوفاء بالعهود والعقود والابتعاد عن الغدر. الثانية: أهمية الإيمان برسل الله والتزام الطاعة لهم والامتناع عن التمرد على أوامرهم وأحكامهم. الثالثة: الصدق والأمانة من أهم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وأن الوعيد الإلهي يكون للذين يتجاوزون هذه القيم.